منطقة معسكر، وفي عام 1808 ولد عبد القادر بن محي الدين في كنف أسرة متجدرة في العلم، ولم يكن مجرد طفل عادي، بل كان يحمل في عينيه بريق المستقبل وفي قلبه نداء المسؤولية. درس الفقه والفلسفة وعلوم الدين، ما أكسبه بصيرة جعلت منه قائدا يحمل السيف بيد والكتاب باليد الأخرى. أمير عبد القادر الجزائري من الشخصيات النادرة في العالم بفضل الفكر الذي أسسه وقدمه ليصبح اليوم جزء من تراث الإنسانية. الأمير عبد القادر كما كان رجل دولة وتصرف بمواقف رجل دولة. الأمير عبد القادر كما قوم الاستعمار، الأمير عبد القادر كان له ذوق في الهندسة المعمارية. الأمير عبد القادر نظر إلى الاقتصاد نظرة حديثة جدا على اعتبار أنها محركة للدولة الوطنية التي أسسها الأمير عبد القادر. وبالتالي أكيد الأمير عبد القادر لما أقول أسس الدولة، الأمير عبد القادر كان من الذين وضعوا أسس الدولة الجزائرية بكل مشتملاتها العسكرية والإدارية والسياسية. فحين اجتاح الاستعمار الفرنسي أرض الجزائر، نهض عبد القادر كالشعلة في الظلام معلنا الكفاح من أجل استعادة الكرامة. كانت قيادته فريدة، حيث جمع بين الشجاعة العسكرية والحكمة السياسية. أسس دولة جزائرية عصرية بنى فيها نظاما إداريا وعسكريا متقدما، وواجه جيشا مدججا بأحدث الأسلحة بعزيمة المؤمنين. أنه نفض الغبار على الجزء الإنساني للأمير عبد القادر. النقطة الثانية، كان مصدر إلهام للعديد من الباحثين والمفكرين والأدباء. ثالثا، شخصية فذة مزجت بين الجهاد، وعندما أقول جهاد هو السيف والبندقية، ومن جانب آخر القلم اليرع. إذن هذه المواصفات من الصعب جدا أنها تجمع في شخص على شاكلة الأمير عبد القادر. الأمير عبد القادر هو أكثر من مجرد صفحة في كتاب التاريخ، هو روح الجزائر، الرجل الذي علم الأجيال أن الأوطان تبنى بالعقل واليد، وأن الحرية ثمنها غال لكن قيمتها أبدية. هو البوصلة التي تشير دائما وللإيمان بالإنسانية.